رحمن ومحمد الطالبان في المرحلة الرابعة من قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية علوم الحاسوب في إحدى جامعات إقليم كردستان الأهلية، معروفين على مستوى جامعتهم والإقليم وحتى العراق، بعدما حقق المركز الثاني في مسابقة شرق أوسطية في تكنولوجيا المعلومات. شاركنا بمسابقة أي سيتي الشرق أوسطية في دولة البحرين كممثلين عن العراق، وحصلنا على المركز الثاني على مستوى 20 دولة عربية وآسيوية في مجال الكمبيوتر بعد مشاركة 9 طلاب من العراق. أهمية المسابقة تكمن في حصول على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر وإيجاد فرص عمل ضمن اختصاصنا، وكذلك فرصة للتعرف على قدرات طلبتنا في الإقليم والعراق ومستوياتهم العلمية ولتنافس طلاب العالم. طلبت جامعة التنمية البشرية أن تحصل على المركز الثاني والثالث في هذه المسابقة التي تمت في دولة بحرين، وبذلك هذه المسابقات تعتبر من المسابقات المهمة، واجتياز هذه الاختبارات مهمة نظرا لكون هذه المسابقة على مستوى الشرق الأوسطية. جامعة التنمية البشرية قدمت الكثير من خلال المحاضرات والمختبرات العلمية وكذلك النشاطات المتنوعة والمختلفة من قبل الأساتذة. مسابقة أقيمت في دولة البحرين بمعية إحدى شركات الاتصال العالمية بمشاركة 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة عبر 21 دولة، وكان العراق إحدى تلك الدول التي تمكن طلابها من الوصول إلى المرحلة النهائية بعد تصفيات شاقة. المسابقة كانت مهمة لنا، والتنافس كبير بين المشاركين، وطموحنا كان الفوز باسم العراق. اجتزنا مراحل متقدمة في المسابقة ونجحنا بامتياز، وسنكون مشاركين في المسابقة القادمة الدولية في الأشهر القادمة من هذا العام، وسنكون حاضرين بعد اجتيازنا المراكز الثلاثة، وطموحنا الحصول على المركز الأول على صعيد العالم. إنجاز من المؤمل أن يصل إلى العالمية في نيسان القادم بعد إقامة المرحلة النهائية في الصين بمشاركة جميع دول العالم، إذا ما استمر إبداع طلبتنا في تحقيق مركز مرموق يضمن له منصب عمل مميز في إحدى شركات الاتصالات العالمية. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.